ما يشعرون بالخطر. نقول لهم الخطر راح يجي ما يستوعبون الحالة. الأمر نفسه تجده في دول الخليج. الأمر نفسه تجده في دول الخليج. يشعرون بالأمان وما أعرف هذا الأمان منين جايهم. يابا الأحواس صار 90 سنة ترى ذبحوا أهل الأحواس. معودين بس تعبر البحر. بس تعبر البحر تشوف الإيرانيين سووا إخوانكم العرب الأحوازيين. بس يعبرون البحر وعندكم خواصر رخوة. عندكم خواصر رخوة من البحرين مو بس البحرين خاصرة رخوة. أكو شعور بالأمان مع الأسف. والسؤال هذا من أخي سعودي يعني أنا أفرح أنه أخ سعودي يسأل هذا السؤال فأقول له إخواني كفاكم شعورا بالأمان. الشعور بالأمان هو الذي جعلنا نسكت عن إيران وإيران يا إخواني ترى تقومنا بلد بعد بلد.